سيد الشهداء فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مطهرون نقيات ثيابهم للصلاة أينما من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. والله لما فرى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السرر. الشعر للشاعر المشهور الحسن بن هاني المكنى بأبي نواس. وهذا الرجل من فحول الشعراء وشعره يدل على موالاته لأهل البيت وتشيعه له، وهو من شعراء العقيدة. شعراء العقيدة يمتازون على سائر الشعراء لأن شعرهم شعور. شعراء البيت سواء مدحوا أم رثوا أحدهم لا يعبر إلا عن شعوره، وما الشعر إلا شعور. وهم يمتازون على سائر الشعراء لأنهم لا يتأكلون بشعرهم ولا يتكسبون، وهم خارجون عن التعريف في الآية في قوله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ماذا يفعلون. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله احتوا في وجوه المداحين التراب، ما ذاك إلا لأنهم يكذبون إن مدحوا وإن رثوا، وهم لا يقولون الصدق وإنما ينافقون وفي سبيل ما يتمنون ويطلبون لا يبالون ما قالوا. فترى الشاعر منهم
وهم تارة يمدح وتارة يذم. وبما أن للشعر في ذلك الزمان موقع فأبيات من الشعر ترفع وأبيات تضع، ولذا كل شاعر يرفع ويضع ويضر وينفع. فإذا قال شعرا في شخص أو في قبيلة إن كان مدحا رفعها وإن كان ذما وضعها، فلهذا يتقون وكثير منهم يعطى ويكرم مخافة شره. دون مثل المجانين تراه يهيم في أودية مصالحه، فعسى مصلحته عند قرد مدح القرد. دول مو شعر عقيدة، شعر فلوس، شعر مال، شعر مصالح. أما شعراء أهل البيت فهم شعراء عقيدة، لا ينتظرون جزاء يعطونه إلا من قبل الباري جل وعلا، وبالأخص في تلك الأزمنة إذ بيت من الشعر يقال في مدح أهل البيت قد يوصله إلى مقطع رأسه. كدعبل الخزاعي مثلا، هذا الرجل حمل لواء مديح أهل البيت ولذاهم، حتى قيل له: أمجنون أم تقول هذا والسيف يقطر من دماء أهل البيت وشيعتهم؟ أما تخشى على نفسك؟ فقالها: أنا أحمل خشبتي منذ 40 سنة، أريد من يصلبني عليها فلم أجد. يقول: سوف لا أترك مديح أهل البيت ودم أعدائهم، ولو أوصلني ذلك إلى حتفي وأخيرا قتل في سبيل ذلك. فقد ضرب ضربا مبرحا حتى سلح في ثيابه، ثم كلف بأن يأكل ما خرج من بطنه، وبهذا قضي عليه. وهو من شهداء الفضيلة. شاعرنا هذا أيضا شعره يدل على معرفة بأهل البيت، معرفة عالية مو معرفة عادية، لا. فلذا استهل شعره بخصائص أهل البيت ومميزاتهم على الناس، فقال: مطهرون. وأهل البيت يمتازون بالطهارة عن كل الناس، الطهارة الكاملة، لا من الناحية الجسدية، فإن كل مسلم طاهر محكوم بالطهارة. فلا ميزة لأهل البيت في هذه الناحية على غيرهم،
فكما أنهم ظاهرون الأجسام فكل المسلمين كذلك. نعم أجساد جسد الكافر نجس ولا طهارة له إلا بترك الكفر والدخول في الإيمان، فإذا أسلم حكم بالطهارة. فالواقع أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، فالطهارة المقصودة عند الشاعر هي الطهارة الجسدية، ولا النقاء من الأوساخ والأقذار والتلوثات. أيضا أهل البيت لا يمتازون في هذه الناحية عن غيرهم، فما أكثر من هم أنقياد أجساد. حتى في الكفار يومية يغتسل مرة ومرتين، يسبح بالصابون بأدوات التنظيف والتنظيف، فترى لهم أجسادا كأنها المرائي. وأكثر الناس خصوصا إذا ألفت السماء وعزانيها، فالأكثر من الناس يعتنون بأجسادهم تنظيفا وتنميقا. فما هي ميزة أهل البيت إذا كانت الطهارة التي يعنيها الشاعر والنظافة هي نظافة الجسد ونقاوته؟ إنه يقصد طهارة يمتاز بها أهل البيت عن غيرهم، وهي الطهارة التي يقول جل وعلا عنها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الطهارة المقصودة في قوله مطهرون هي الطهارة التي تعنيها الآية: طهارة النفوس. فكما أن الأجسام تتلوث وتتسخ بما يصيبها من الأوساخ والأقذار، كذلك النفوس تدخل عليها القاذوران والأوساخ والموسخات، وقد تتراكم تلك الأوساخ عليها فتصبح نفسا قذرة، ويصبح صاحبها مكروه لا تنظر إليه عين بعين المحبة لكثرة أوساخ جسمه. وبما أن أكثر الناس حمقاء تراهم يعتنون بأجسامهم تنظيفا وتنميقا، وكل واحد منهم من ناحية نفسية مرتكس في وحول المآثم والجرائم والسقوط الأخلاقي، ولكن لا يلتفت إلى ذلك، إنه لا يراعي إلا جسمه. مطهرون، مطهرون نقيات ثيابهم، ما هي ميزة أهل البيت على غيرهم في نقاء الثياب ونظافتها؟ الذي اتصال مكارم يمتازون بها. فما أكثر من يعتني بهندامه تنظيفا وتنميقا، كل يوم تروح عند نفسها غير النفس الأمسية،
وإذا أصاب ثوبه ولو بعض الوسخ قامت ثيابته وأخذ يزيل تلك الأوساخ، وإن أدى ذلك إلى الرجوع عن عمله إلى البيت. قل إني لا أستحي أن يراني الناس وثوبي موسخا، لكن ما يستحي وهو يحمل نفسا غادورة. ينظر إليه الناس بعين ازدراء بما يحمل من نفس غير نقية متلوثة. فأحدهم يحذر من أن تصيب ثيابه الأوساخ، لكن كل يوم تتراكم على نفسه من القادورات والأوساخ والخصال الغير حميدة والمعاملة الغير الحسنة كالغش والكذب والخداع والنميمة وغير ذلك، وما يلتفت إلى نفسه. ولذا لو وضعت قلما تحصي المرضى من الناحية الجسدية والأصحاء لظهرت النتيجة أن الأصحاء أكثر نسبتهم من المرضى من ناحية الجسد. أما من الناحية النفسية لو وضعت القلم للإحصاء لرأيت الأكثرية الساحقة هم المرضى والصحيح قليل، بل وحتى الصحيح إذا كان صحيحا من ناحية فهو مريض من نواحي. والواقع أن غير نفس الإمام المعصوم لا يمكن أن تكون طاهرة من يزدلية ولا تكون كذلك أي طاهرة 100% إلا النفس التي عصمها الله سبحانه أوجب لها العصمة. فنقاوة الثياب، الشاعر لا يقصد بنقاء الثياب ثياب البدن، فنميزة للأئمة في نظافة الثياب على غيره غير بعض الثياب نظيفة. وكما أن للبدن ثياب يلبسها الإنسان ليتزين بها في أعين الناظرين يكمل فيهم، وهذا كذلك للنفوس ثياب وحلل أو حلل يزدان بها الإنسان في بصائر الناس وعيون عقولهم. ومن أراد أن يلجأ في القلوب أن يتحلى بالثياب النفسية التي تكون بمثابة إمداح له تدخله قلوبا قلوب الناس. يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: عجبت لمن يملك العبيد بالأثمان ولا يملك الأحرار بالإحسان. وفي الشعر المنسوب لمولانا أمير المؤمنين قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالأقبال لها مفاتيح مختلفة، ومفاتيح القلوب هو الإحسان إليها. فالتجمل للعقول إنما هو بالثياب النفسية وهي المكارم والمحامد وحسن المعاملة والمعاشرة وإصداء المعروف والتودد إلى الناس وغير ذلك.
بهذا يمكن المرء أن يلد في كثير من القلوب ويتأثر بالوجود، يموت جسمه ولا يموت اسمه، الجسم يموت ولكن اسمه يبقى يتردد في ألسن الناس لأنه في قلوبهم، ولا يمكن أن يكون في قلوبهم إلا بثيابه النفسية الجميلة. مطهرون نقيات ثيابهم، ولأجل تلك الطهارة والنقاء في المكارم، أبو ناس فيهم مكارم فيهم مقامات، ولكن لا تخلو تلك المكارم من شواهد توصفها وتجعلها ربما ليست بمكارم تنقلب الآية. فالكرم مثلا إذا تعدى حده أنتج ضده، فبدل أن يعتبر كريم يعتبر سفيه، سخيف، مبذر، وهذا مسرف، فتنقلب المدحة مذمة. ومن ناحية ثانية، أكو من يعطي ويتكرم على الناس، لكن حيث أن تكرمه وعطاءه غير مري، إنه يعطي ليأخذ، فالواقع هذا مو كريم. الكرماء كأهل البيت سلام الله عليهم، والقرآن يشهد ببراءة كرمهم وأنه كرم للكرم، لا لغايات. أنا إذا أعطي فلانا شيء حتى ولو كان حقير أريد أشتري منه ما هو أغلى شيء عنده، عزة وعزة، أريد إذا أعطيته يكون إذا لقيني يبدأني بالسلامة. وصولي بالسلام ده ودخل المجلس وانا جالس ويا ناس يسلم عليهم سلاما عاما، ثم يقول سلام عليك يا فلان، وهذا وصبحك الله بالخير يا فلان، وهذا يميزني على غيري لانني اعطيته، وهذا فانا اريد استعبده بما اعطيته، امتن عليه لانني اعطيته. والله يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما أهل البيت فيشهد القرآن في حقهم أنهم كرماء بما لهذه الكلمة من معنى، قال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم يعبر القرآن عما في نفوس أولئك المتصدقين، فيقول يقولون إنما نطعمكم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فهذا الكرم البري إنما هو ناشئ من صحة نفوسهم، مو نفوس مرضى، لا، نفوس صحيحة، فالمكارم في نفوسهم تبقى جميلة ناصعة، ما تتلوث، ما تصيب تلوثات، لا. كرماء معاوية الكريم يعطي ما يعطي، يعطي مئات الألوف، علي ما يعطي مثل عطاء معاوية، لكن معاوية هل هو كريم أو لئيم؟ إنه إذا أعطى يريد أن يشتري ضمير، يعطي يشتري دين من صاحبه،
واضح؟ لو عليه جماعة وفود أعطى كل واحد 100,000 درهم، كل واحد 100,000، لكن لما يعني يصبح مليونير هذا بالنسبة لهذا الدولار. فواحد منهم أعطاه 80,000، قصر 20,000. يوم راحوا يحسبون وجد هذا نفسه منقوص، ما أعطى مثل ما أعطى غيره. قال شنو سالفته هذا؟ طيح الحظ. يعطيكم على 100,000 وأنا يعطيني 80,000، تجد رجع مني نصركم أحسن، تعطيكم أحسن، شنو ميزتكم علي؟ قال له ما ندري. رجع إليك قال له طيح الحظ، تعطيهم على 100,000 وأنا 80. قال له هذا أولئك باعوني ضمائرهم ودينهم. قال له تشتر مني وجيب عمري قطيني كامل. إذا ما هو كرم واقعا، وإنما هو بيع، بيع وشراء، لكن بيع وجر حرام. أرأيت الفارق بين من يعطون وهم أبرياء؟ إنما نطعمكم نذل الجزاء من الله، لا أن تشكرون ولا أن تجازون بالفارق. نرجو هذا من أحد. جزاؤنا عن الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شاهدنا تبقى مكارمهم النفسية وهي كالثياب للبدن، تبقى ثياب وحلى النقيب فتتلون. مطهرون نقيات ثيابهم، ثياب نفوسهم، المكارم والمحامد والمآثر والأعمال الصالحة. ولهذا استوجبوا الصلاة عليهم أينما ذكروا، تجري الصلاة عليهم. الله يصلي عليهم. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا كان الله يصلي على روح عبده المؤمن، فكيف لا يصلي على روح سيد المؤمنين وإمام المسلمين؟ تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا تعرف من هو أبو الواس، وتاخذ نوادر ابو الواس وتسمع الحكايات التي حيكت من حوله، واعلم انها ما حيكت تلك القضايا الا لتشويه سمعته، مثل ما قال ابو ضحك الشراب صمو وذن جريمته انه يواني اهل البيت ويمدح اهل البيت. وكما قالوا بالسيد اسماعيل الحميري الذي لم يمدح احدا ولم يبغي احد الا اهل البيت رداء ومدحا، ما ترك فضيله لامير المؤمنين الا ونظمها شعر. فساموا انه يشرب الخمر وقد اسود وجهه عند الموت، وهكذا من هذه الاقاويل. فأبو الواس من ذولا، أنا لا أريد أن أبرح ساحته وأقول أقول معصوم، لا، أنا من الشيعة الذين تغلبهم نفوسهم، وليك ما عندك. فقلنا ذاك الوقت يا ولدي عند الريف يلقى النفسات. إنه لا تقع عينه إلا على فسق وفاسد. مدينة يحكمها ويعيش فيها هارون الرشيد في مصر، إذا كان غراب دليل قوم يدلهم على بلد الخراب، فالمغريان يا عمي قل من يثبت لها. خ
الأوائل الذين اتصفوا بالإيمان والإعراض عن الدنيا ما كانت عندهم مثل هذه الدنيا ولا يعيشون في مثل هذه الدنيا، إنها دنيا الفقر والاحتياج. أنا لا أريد أن أنتقصهم، ولكن أقول الذي هو في هذا الزمان وفي هذه البحور من المغريات ويمسك نفسه ويأخذ بعنانها ويلزمها في الدين ويطهرها هو أفضل عند الله من أولئك الذين لم يجدوا مغريات. من ناحية ثانية يا عمي، ذاك الزمان حكم الإسلام كائن يعرف إذا جمع شنو بحظهم؟ إما جلدا نبغضه شهور أو رجما إلى أن يموت. أما هو أفضل من الذين عاشوا والإمام بين ظهرانيهم دون يؤمنون بالغيب؟ فهؤلاء أفضل طبعا. شاهدنا جريمة هؤلاء الشعراء هو حب أهل البال. أنا كما قلت لا أريد أن أبرئ بنواس، إنه يعيش في بغداد التي هي كابل بيئة الخمور والجذور، وهو شباب حسن الصورة وهو من الشيعة الفاسدين وملتزم للإنجاز، لكن ما على هذا شتم، وإنما بدافع أنه يوالي أهل البيت ويحبه ويميل إليه. لما بايع المأمور بالغراء وأمر الناس بالناس بالبيعة له، يا الشعراء المتأكدون الذين يميلون مع الهوى حيثما مالوا، كل من جاي بقصيده بالمناسبه هذا الا ابو نواس ما اجا قصيده ولا حضر، وبعد الانقضاء انقضاء احتفالات يوم البيعة يوم ثاني أو يوم ثالث أو يوم رابع دخل على المرض، يعني أبا نواس لأنه يجي ينطيح حضرته كل الشعراء جابوا قصائد وأشعار، وأنت سيد الشعراء وأمير الشعراء جنتان، هل تحضر في مثل المجالس؟ قال ايش يدري؟ قال ليش ما تمدح علي بن موسى الرضا؟ هل أحد أحق بالمديح منه؟ قال أنا منه لا أمدح الرضا؟ من أنا؟ أنا وين مديح مديح الرضا وين؟ أنا أرض وهو سماء. قيل لي أنت أوحد الناس كفرا في نظام من الكلام البذيء، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت لا أهتدي، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. أنا وين؟ أنا ما أقدر أمدح مثل الرضا لأنني لا أعرفه ولا أبلغ شأوة ولا يمكنني أن أغوص في فضله، أنا ما أعرفه، أنا جاهل. أي مثل ما يقول ابن أبي الحديد إيشان أمير المؤمنين، يقولون لكل علي مدائحا وإن أنا لم أفعل، يقول معاند وما صمت عنه الشعر عن ضعف هاجس، ولا أنني عن مذهب الحق حائد، و
ولكن عن الأشعار والله صمت من علي مثل على الأشعار تحط من قدر ما ترفعه وما يحتاج إلى أحد يرفعه. ولكن عن الأشعار والله صمت من عليه بني قرآننا. قال سيدي بعد أن مدحه الله أنا شنو كنا يا صبح يا عمر شاهدنا هذا الشاعر المفلق يقول من لم يدخل على ضوية حين تنسبه فما له في قديم الدهر الأخرى. ويقصد بالانتسام هل هو انتساب الجسد للجسد أو هو انتساب الروح؟ الروح الله يريد الثاني من لم يكن علويا عقيدة متصلا بعلي روحيا يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه فليس له مقهر في قديم الدهر ولا في مستقبل الدهر. هذا ساقط من الاعتبار. والله لما برى خلقا فأكدهم صفات سبلة الكون صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السوى. أنتم الطبق الأعلى الناس مراتب الخلق مراتب وأنتم أعلى المراتب. الخلق كلهم أرض وأنتم السماء أنتم أعلى ذكرا وأعظم فضل من جميع ما خلق الله وبراء حتى الملائكة. وعلى هذا بأبي وأمي حسدوا على الطهر والنبل. وجماع الخير حسدهم الناقصون والمتلوثون ومنهم المأمون. فإنما فعل ما فعل وأجمر الرضا إلى أن يكون وليا لعهده لينوثه. وهذا يقوله الرضا سلام الله عليه في محاورته مع المامون. إنك تريد أن تقول للناس أن الرضا ليس بزاهد في الدنيا ولا بمتعفف عنها ومتطهر من تلوثاتها وإنما الدنيا زاهدة فيه. فإذا لما أقبلت عليه أقبل عليها وهذا هو الواقع الذي نراه. ظن أنه إذا صير الرضا وليا لعهده سيتلوث كما هو متلوث وتسقط محلته عند الناس ومكانته. ولكن وجد العكس والواقع ارتفع شان الرضا أكثر صارت المجالس والأنس تلعب بذكره والكل يقول هو أحق بالخلافة من المأمور. من هذا المأمور؟ الملوث. فلذا بعد أن كان مقبلا على الرضا يظهر له المحبة والوداد صار يبعده شيئا فشيئا ويعمل على الاستعانة به والحظ من قدره حتى أنه طرد عنه من يأتيه من العلماء ليكتسب العلم. ليس لنا صار مجمع علم علماء بغداد يأتون طرافات يملؤون مجلس الرضا وكلهم يرى نفسه محتاج للاقتراب من هذا النمير العلمي
يعرف أن الرضا أصبح عالم العلماء. أمر الشرطة أن يهجموا على الرضا ومن معه ويفرقون أولئك عنه ويهددونهم، ثم أرسل إليه وصار يهدده وينظر إليه جذرا كأنما قد جنيه. أصبح متضايقا من وجوده، ما لا يعرف ما يعمل، حتى جن جنونه وأمر صبيح الديلم ومعه 39 غلام من أشداء الرجال أن يقتلوا الرضا بالسيوف. فهي رواية يريدها الصدور في كتابه علوم أخبار الرضا، وغيره أيضا يريدها. إخوان صبيح الديلمي دعاني ليلا، فلما دخلت عليه وجدت المكان كأنه نهار من كثرة الشموع وسيوف مسنونة ومسلولة ومسمومة، وهو يأخذ العهود والمواثيق على أولئك الغلام، وأشركني معهم بعد أن أخذ علي العهود والمواثيق على أن يطيعوه في كل ما يقول، ولهم الحبوة والحبوة حبوة والحبوة. أوشينوترين قال تدخلون الآن على الرضا وتضعون فيه هذه السيوف، أكان مصليا نائما جالسا؟ وبالفعل دخلوا على الإمام الرضا كما يقول صبيح الديلمي، وهاجت عليه 40 سيف حتى ظنوا أنهم قطعوه إرادة جعل المجانين هذه. إنه يريد أن يقتل الرضا بهذه الكيفية ثم يتهم بقتله جماعة يريد قتله ويقتله. نعم هذه أساليب الظلم، يغري فلان بفلان فيقتله له، فإذا قتله وقبض عليه قتله أيضا. لكن الله خيب أمله، من الصبح طالع حلل الأضرار ومكشوف الرأس وصرخ واي ماما إيش صاير؟ جن الرضا والفرح يدخل على الناس. ولما دخل بيت الرضا وصبيح الديلمي وياه سمع همسا وصوتا، فقال صبيح انظر من عندك، والان يقول سارى الرضا مقطع بالسلوك نشيله في بره. واذا صبيح يقول لما دخلت الحجره التي فيها الامام واذا هو جالس في محرابه يعقب جن السيوف ما صمت، جن ما مرد بالسيوف القاطعة المسنونة المحدودة المسموفة. يقول فلما نظر إلي خررت لوجهي حياء منه. نهض الإمام قام يمسح بيده على رأس صبيح، قل اجلس يا صبيح يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قم يا صبيح قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. لا نعم 40 سيف وكأنها لم تكن سيف، أصبح ولا جرح واحد في الجسد، السيف لا يقطع والضرب لا يضر والنافع لا ينفع إلا بإذن من الجبار جل وعلا. والطبيعة وما فيها مهيمن عليها وهي تحت حكمه جل وعلا. ولذا نشوف 40 سيف اجمد أكبر منها الرضا، ونجرح واحد وثلاث حبات عنب توصله إلى قبره في ظرف ساعة. ثلاث حبات عنب عم شيها من سمهال اللي قضت على الإمام في ظرف ساعة
خرج من عند المأمون وبعد ساعة الصراخ قائم عليه. يقول خاتمه قال لي قف على الباب فإن خرجت إليك وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، أنا مشغول بنفسي، وإذا خرجت إليك مكشوف الرأس من عند المامون يعني عبايتي على كتفي كلمني. يقول فبقيت أنتظره إلى قرب الظهر فإذا به قد خرج ويده على فمه واليد الثانية على قلبه ورداءه على رأسه، فعلمت أن القضاء قد نزل وأن الإمام في طريقه إلى الموت. يقول عبد السلام ابن صالح ابو صلت الهيروي خرج الامام يسرع في خطوه لحتى دخل منزله وقال يا ابا صلت اغلق الباب علينا. ونغلقت الباب وجيتنا واذا به يتلوى على فراشه ويتقلب. صحبي أفضلت علي بطش، ظننت أنه يريد الصلاة، جئته بطشت وإبريق. قال يا أفضلت نحي الإبريق عني واقترب مني وانزف رأسي يا أفضلت. من حرارة معدته وقلبه أصبح صوته أصبح دماغه كالمتفجر. يقول أبو الطش لزمت رأسه وأخذ يقذف بالطشت زمان وقطع الغناء إنا لله حتى ابتلع الطشت دما وخر الرضا مغشي عليه والدم على جبهته ولحيته. رفعت الطش من عنده وعدت اليه واذا قد افاق قال لي يا بطل اسحب البساط من تحتي. سيدي إذا سحبت البساط من تحتك صرت على الأرض مباشرة. يا نعم يا فضل أنا أحب أن أموت وأنا على الأرض. بارد الراجل خلوني أموت على الأرض حتى أكون سلوة لشيعتي، قد يموت أحد من شيعتي غريب غربتي سلوة، قد يموت على الأرض ما عنده فراش، موتي على الأرض سلوينا. يا أبا الصلت ما بلغتك غربة جدي الحسن. بلى سيدي. قال أما بلغك أنه مات وراته يحبط على الأرض. قلت بلى سيدي، يعني اذا انا غريب واريد اتشبه بجدي الحسين اريد اموت راسي يحبس على الارض. نعم سيدي لك ان تتشبه بجدك ولكن اين الشمر يركب على ظهرك؟ سيدي أين الخيول التي تكسر صدرك وظهرك؟ سيدي أين اليتامى والنساء يضربن الرؤوس؟ قل هذا ماكو. يقول أفضل تغدت البساط من تحت وصار الإمام يتقلب على الأرض شاغط ببصري نحو المدينة يقول مرارا إنكم يا أهلي.
ليس بمثل هذا الحال لا يأنس إلا بأهله في وقت الشدة، لا يأنس إلا بوجود أهل من حوله، ولذا يقولن بموت قربة شهادة لما يصيب الإنسان من كرب عند الموت ما عند أحد من أهله. الإمام الرضا غريب اللي من حوله كله ما عدا وشمات، ولذا يتمنى لو حضر أهله أو أحد من أهله وين أهله. ما كل الدهر هنا يضطرب في خراسان على نار ويتقلب، والزهر هناك تضطرب وتتقلب في قبرها. تحس بما يجري على أولادها. وإحنا يجي دول الشعراء رحمه الله وأيد الباقين منهم جزاهم الله خير. شاعرنا يصور لنا خطاب وجواب بين الزهرة وطوس. يقول الزهرة تضطرب في قبرها وتخاطب أرض الطوس، يا طوس ردي من برا الأرض جبحي الحسن وحسين عينك على عتبك على العين يا زهر على الله.
وبحق حرمة سورة الفاتحة تسبقها صلوات.